مساوى كريري. البيشي والعلياني، علياني يلعبها كرة طويلة راسية في المرمى، في المرمى جول أبها. لا تلوموني في أبها، يا هو هدف، جول أبهاوي، رأسية حلوة، جول أول يقلص النتيجة وبرد على نفس الآن المدرب البرتغالي جوزيه راشو. ما يهرو العبث المدرب جوزيه راشو. حلوة حلوة الهدف وحلوة العوبة وسريعة لمجعدل. مجعدل يلعبها سريعة إلى وسام، وسام تعود سريعة وطويلة داخل المنطقة المرمى في جول أول لنادي حطين. حلو، الله على الجول يا وسام، أنت الخطر، أنت الخطر كله في هذه الدقائق. وسام وهيب يسجل الهدف الأول، هدف التقدم، هدف الفوز، هدف التقدم لنادي حطين والتقدم في هذه الدقائق. وجماهير فرحة بهذا الهدف، لعبة حلوة ومن تمريرة ذكية، والله لعبة أكثر من ممتازة. شاهدنا لعبة أكثر من رائعة وتمريرات ممتازة لأبناء حطين. شاهد مع التمريرة كيف راحت التمريرة، لعبت خارج منطقة الجزاء، مررها، هذه اللعبات البرازيلية في المرمى، جول والله وضعها، وضع جول حلو لوسام. إذن حطين يتقدم على الضيوف في هذا اللقاء في الدقيقة 24. يا من تتابع وتشاهد عبر قنواتنا الرياضية، قنوات الوطن، خطورة داخل منطقة الجزاء، في المرمى، في المرمى، جول ثاني، الله الله، ثاني لحطين، ثاني لحطين، هدف ثاني. وسام، وسام وهيب صاحب الهدف الأول، يضيف الثاني الآن، يضيف الثاني. ياهي مباراة وياهو لقاء وياهو كلاسيكو بين الفريقين. الله يا محمد ربيع، ما تلام في الكرة الماضية. وسام سريع، وسام خطر، هدف ثاني. يا من تتابعون عبر القنوات الرياضية السعودية، وسام وهيب نجم في هذا اللقاء، ولكن لا نستبق الأحداث. نادي أبها نادي كبير، لديه إمكانيات، ممكن يعود إلى أجواء المباراة.